هحتاج لبذور الشيا، وبذور الشيا بتكون غنية جدا بمضادات الأكسدة اللي بتحافظ على الشباب الدائم للبشرة، وبتكافح الشيخوخة وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، وبتعالج الترهلات وبترطب البشرة جدا لأنها غنية بالألياف اللي بتحافظ على رطوبة البشرة وطراوتها، فبتعالج الجفاف وبتكون مضاد للالتهاب، وبتعتبر كولاجين طبيعي للحفاظ على الشباب ونضارة البشرة. باخد بقى بذور الشيا وبطحنها في مطحنة التوابل لغاية ما تبقى بودرة ناعمة بالشكل ده. هجيب بقى دلوقتي البرطمان بعد ما عقمته، وهضيف بقى فيه دلوقتي 3 معالق كبيرة من بودرة بذور الشيا. هضيف بقى دلوقتي على البودرة في البرطمان مقدار 1/3 كوباية من زيت اللوز الحلو، ولو مش متوفر بقى عندك تقدري تستبدليه بأي زيت يكون متوفر عندك، وتقدري كمان تستخدمي زيت طوار الشمس العادي اللي احنا بنستخدمه في الطبخ، لأن الزيت ده بيكون خفيف جدا على البشرة وكمان على فروة الراس. هبتدي بقى كده اضيف الزيت. بسم الله. باستخدام بقى معلقه تكون جافه تماما هبتدي بقى بخلط المكونات كده مع بعض، مجرد بس ان انا بخلط البودره كويس مع الزيت. بعد بقى ما خلطت المكونات كويس مع بعض هغطي بقى البرطمان وهحطه بقى دلوقتي في حمام ميه سخنه. حمام الميه السخنه بقى بيكون عباره عن طبق بحط بقى فيه كده كميه من الميه المغليه، ويفضل ان الطبق ده يكون عميق عشان نغطي كل كميه الزيت اللي موجوده جوه البرطمان، بس طبعا نغطي كميه الزيت بس، يعني الميه ما توصلش لاخر البرطمان عشان الميه ما تدخلش جوه الزيت وبالتالي الزيت هيفسد. هسيب بقى البرطمان موجود كده في الميه المغليه لغايه ما الميه دي تبرد تماما. بعد ما الميه بقى بتبرد بشيل بقى البرطمان وبرفع الميه مره تانية على النار لغايه ما تغلي، وبعد كده بحط فيها البرطمان مره تانية، يعني بكرر حمام الميه السخنه 3 مرات، في كل مره بسيب الميه لغايه ما تبرد تماما والبرطمان كده جواها. بعد بقى ما تكرري حمام الميه السخنه 3 مرات هتلاحظي بقى ان المكونات اللي جوه البرطمان بقت دافيه، وبفعل بقى الحراره المكونات دي هتندمج كويس جدا مع بعض، وبالتالي الزيت هياخد كل خواصه وفوائد بذور الشيا. وبكده احنا هنكون اخدنا كل فوائد بذور الشيا بطريقه صحيحه جدا، من غير ما نغليها على النار ومن غير ما نعرضها للنار مباشر، اخدناها بطريقه صحيحه فهنكون محتفظين بكل فوائدها. خرجت بقى كده البرطمان من حمام الميه السخنه ونشفته بقى كويس جدا، هغطيه بقى دلوقتي اما باستخدام فوطه او بورق فويل، المهم ان انت تغطيه كويس جدا ما يكونش فيه ولا جزء معرض للضوء. غطيت بقى كده البرطمان وهحطه بقى في اي مكان في المطبخ، في اي درج يعني، المهم ان هو يكون مكان مظلم او معتم ما يوصلش ليه اي ضوء، وهسيبه بقى بالشكل ده لمده اسبوع، وممكن حتى تقدري تسيبيه لغايه شهر، يعني من اسبوع لغايه شهر، وكل ما هتسيبيه لمده اطول كل ما هيديكي نتيجه افضل كمان، بس بتراعي بقى ان خلال مده التخزين دي ان انت كل يومين او 3 ايام ترجي البرطمان كويس جدا، او ممكن تفتحيه وتقلبيه بمعلقه تكون جافه تماما، مجرد بس ان انت بتخلطي المكونات مع بعض وبعد كده بتغطيه وتحفظيه تاني. الطريقه دي بتساعد ان كل المكونات دي تندمج بشكل افضل، وكمان تنزل فوائدها بشكل اسرع كمان. ده بيكون بقى شكل البرطمان بعد ما سبته لاطول فتره ممكنه. شايفين لون الزيت اتغير ازاي واخد نفس لون المكونات الموجوده في البرطمان، وبالتالي كمان اخد نفس فوائدها. بعد بقى ما بفتح البرطمان بجيب بقى معلقه تكون جافه تماما، لازم تكون جافه تماما، وابتدي بقى بخلط المكونات كده قبل ما اصفيها، مجرد بس ان المكونات تندمج مع بعض. باستخدام بقى مصفى سلك تكون ضيقه جدا هبتدي بقى دلوقتي اصفي الزيت، عشان انا خلاص مش محتاجه لبذور الشيا، ولو عايزه نتيجه افضل كمان ممكن تصفيه بقطعه من القماش او الشاش وتعصريها بقى كويس جدا عشان تستخلصي كل كميه الزيت، وفي نفس الوقت الزيت هيبقى رايق جدا ما فيهوش اي بواقي من بذور الشيا. صفيت بقى كده خلاص كل كميه الزيت، والبواقي اللي انا صفيتها من بذور الشيا ده انا مش بتخلص منها لانها بتكون غنيه جدا بالزيت. بتضيفي بقى عليها معلقه صغيره من السكر الناعم او الحليب المجفف، وتفركي بقى بيها الوجه وكامل الجسم وكمان الايدين او اي منطقه في الجسم تكون جافه او داكنه، بتفتح البشره جدا وكمان بترطبها. ده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما صفيته، شايفين بقى نتيجته حلوه جدا. وده بيكون بقى شكل النهائي لزيت بذور الشيا بعد ما ضفته في العلبه. يفضل طبعا ان العلبه دي تكون لونها غامق او مظلمه يعني او معتمه، ده بيكون افضل عشان تحافظ على صلاحيه الزيت لاطول فتره ممكنه. كمان الازازه لازم تعقميها برده بنفس الطريقه وتكون جافه تماما، ما يكونش فيها ولا نقطه من الميه عشان الزيت ما يفسدش. بعد كده بقى بقفل الازازه دي، وبقى ليكي الاختيار اما تحتفظي بيها خارج التلاجة هتفضل صالحة للاستخدام من 3 شهور لغاية 6 شهور، ولو حبيتي بقى تحتفظي بيها لمدة اطول هتحطيها في التلاجة هتكون صالحة للاستخدام من 6 شهور لغاية سنة، وده طبعا يفضل في التلاجة عشان هتزود من مدة صلاحيتها. وسواء بقى احتفظتي بالزيت في التلاجة او خارج التلاجة فلازم تراعي شروط سلامة الزيت، ان ما يوصلش ليه ولا نقطة من المية، كمان الازازة تكون محكمة الغلق، وكمان ما تحطيش ايديكي في الزيت، يعني بتاخدي الكمية اللي انت محتاجاها ما تحطيش ايديكي خالص جوه الزيت عشان ما تنقليش ليه البكتيريا وبالتالي هيفسد. وبكده هنكون عملنا زيت بذور الشيا في البيت بطريقه صحيحه جدا، هنكون محتفظين بكل فوائده لان احنا معرضناهوش نهائيا للنار،
الزيت ده بيكون من اروع الزيوت الغنيه جدا بالفوائد لصحه البشره وكمان الشعر. بالنسبه بقى لفوائد الزيت للبشره، فهو بيخفف من التهاب الجلد وبيعالج جفافه لانه بيكون مرطب هائل للبشره، لانه كمان بيكون غني بالاحماض والمواد الطبيعيه اللي بتحافظ على رطوبه الجلد بشكل مضاعف، وبيعالج حب الشباب وبيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه وترهل البشره لانه بيعتبر بوتوكس طبيعي للبشره. طريقه بقى استخدام الزيت للبشره، الزيت ده بيبقى قوامه سميك شويه كده، يعني يعتبر سيروم طبيعي للبشره مش محتاج اي اضافه تانية. هتغسلي بقى بشرتك كويس جدا وتجففيها، وتاخدي بقى حوالي 3 او 4 نقط من الزيت وتفرديها على كامل الوجه وعلى الرقبه وعلى الايدين. كمان تقدري تستخدميه لكامل الجسم او حتى للايدين او لتفتيح وترطيب اي منطقه تكون جافه في الجسم زي منطقه الاكواع والركب. هتدلكي بقى بحركات خفيفه جدا لغايه ما بشرتك بتمتصه تماما، وهتسيبي بقى الزيت بالشكل ده على البشره من بالليل لغايه الصبح. والصبح بقى تغسلي بشرتك في الاول بالميه الدافيه وبعدها بالميه البارده، وبعدها ترشيها بماء الورد او ممكن ترطبيها بزيت الورد. هتداومي على استخدام الكريم بنفس الطريقه دي كده للبشره من 3 ل 4 مرات في الاسبوع، ولو بشرتك جافه جدا يعني تقدري تستخدميه بشكل يومي. لو بتعاني كمان من التجاعيد والترهل تقدري برضو تستخدميه بشكل يومي. كمان زيت بذور الشيا ده نقدر نستخدمه وندخله في عمل وصفات كتيره جدا بتكون مفيده للبشره وكمان للشعر، هنعملها كمان وهقدمها لكم على القناه. بالنسبه بقى لفوائد زيت بذور الشيا للشعر، هو بيغذي بصيلات الشعر وبيحفز نموه، كمان بيعالج التساقط وبيكون غني جدا بالاحماض الدهنيه اللي بترطب الشعر وبتحميه من التقصف والجفاف، كمان بيحسن جدا من صحه فروه الراس. طريقه استخدام الزيت للشعر، تقدري بقى تستخدمي الزيت ده بطريقتين، قبل غسل الشعر او بعد غسل الشعر. قبل غسل الشعر بتاخدي جزء صغير من الزيت وتدلكي بيه فروه الراس بحركات خفيفه جدا باطراف اصابع ايديكي مساج او تدليك لمده 3 او 4 دقائق، وده بيكون مفيد جدا لفروه الراس عشان تمتص كويس جدا كل مكونات الزيت. بعد كده بقى بتغطي كامل الشعر بكميه صغيره من الزيت وبتلفي بقى الشعر وتغطيه بكيس بلاستيك او بلاستيك غذائي، وتسيبي بقى الزيت على الشعر من نص ساعه لغايه ساعه، وبعد كده بتغسلي عادي بطريقتك العاديه بالشامبو، وبتداومي بقى على استخدامه بنفس الطريقه دي من مره لمرتين بس في الاسبوع تكون كافيه جدا، وتقدري طبعا تستخدميها كمان لشعر الاطفال. لو مش حابه بقى تستخدمي الزيت بالطريقه دي وحابه تستخدميه بعد غسل الشعر كزيت مصفف ومرطب يعني للشعر وخاصه للاطفال، بعد ما بتغسلي الشعر بقى عادي وبعد ما بتسيب الشعر يجف شويه صغيرين وهو لسه مندي كده، بتاخدي بقى شويه صغيرين جدا من الزيت ده وتفرديه على كامل الشعر، هيساعد على ترطيب الشعر ويفضل لامع وناعم لمده طويله جدا. ولو حابه بقى انك تستفيدي اكتر بفوائد الزيت دي كمان، تقدري تضيفي معلقه كبيره على علبه الشامبو اللي انت بتستخدميها وترجيها بقى كويس جدا، او تقدري تضيفي برده معلقه كبيره على كريم الشعر اللي انت بتستخدميه سواء ليكي او حتى للاطفال، وتقلبيها بقى كويس لغايه ما تختفي تماما، وما تبلغش في اضافه الزيت عشان الزيت ما يفصلش عن الكريم. وبكده هنكون عملنا زيت بذور الشيا بطريقه صحيحه جدا من اروع الزيوت المغذيه والمرطبه جدا للبشره وكمان للشعر، وكمان بيكون مكافح للشيخوخه لانه بيقاوم ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه، فهيكون مرطب ومفتح وكمان مضاد للشيخوخه، وبيكون من افضل الزيوت اللي بتساعد على ترطيب ولمعان الشعر وبتزود جدا من طوله. واتمنى طبعا ان تكون وصفتي النهارده عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.